بسم الله والحمد لله. ناخذ الآية التالية 202، وإخوانهم يعني الكافرين وال لي ديليرون لي كليكوتيك اكسترا لي ارباب اكسترا، واخوانهم ملتهم امثالهم. وقل ربي الطيبات والطيبين والطيبات والطيبون الطيبات والمقابل والخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات. هنا اخوانهم اخوة فاسدة، واخوانهم يمدونهم يعني يزيدهم في المعاصي والتفنن في المعاصي، واخوانهم يمدون ذلك. علاش نبينا عليه الصلاه والسلام يقول اذا عصيتم فاستجيروا، خاطر المعصيه عندها سلطان، والسلطان هذا هو من الشيطان، وهو نزغ من لدنه. ما لا فاستجيروا رحمه بامته، وامر من الرسول عليه السلام. ولكن بيننا اللي رسولنا عليه السلام هو الرحم لنا بعد الرحيم سبحانه وتعالى، وإخوانهم يمدونهم في الغي أي في سير في طريق الضلالة، ثم لا يقصرون وما يرح ما ي... مش باش يقولوا لا أنا ما عادش المدد بتاعك ما عادش باش نتناول ونستدير، لا هو يزيد. عندك شي فكرة أخرى يلاقيه ولا في نفس المسجد هذاك؟ شنو رايك لو نزيد حاجه اخرى في التنوع، الفساد المالي ولا الفساد السلطاني ولا الفساد الجنسي ولا مجرد؟ نسال الله السلامه.